Champions League final. اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. أقيمت ليلة أمس في إسطنبول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وحضر في ملعب كرة قدم أتاتورك العديد من المشاهير، منهم أراسبولوت إناملي وصديقه تولغا سريتاش. أيضاً كان متواجد حبيب هاندا أرتشل هاكان سابانجي مع أصدقائه وأفراد من عائلته، ولكن حبيبته هاندا لم تستطيع الحضور معه لأنها كان لديها تصوير لمسلسل غريبان وانتهى بوقت متأخر من الليل. أيضاً كان متواجد كرم بورسن مع الخطوط الجوية التركية ونشر هذه الفيديوهات. Champions League final in the wonderful, beautiful Istanbul. كما وتواجدت غمزة أرتشل وزوجها جانير يلدرم في المدرجات، ونشرت غمزة هذه الفيديوهات.